جلوبال جرين بلانت بتقدم لك المركب الطبيعي الأجريس بون، أقوى مخصب أمريكي هنا الآن في مصر. الأجريس بون بيقلل من استخدام الأسمدة الأزوتية بنسبة 30%، وكمان بيعمل على إحداث توازن طبيعي داخل خلايا النبات، وبالتالي بيقلل من استخدام المبيدات الكيميائية، وبيقاوم الصقيع، وبيحافظ على خصوبة التربة، وكمان بيوفر مياه الري، إلى جانب الوقاية من المن والتربس والذبابة البيضاء. ده طبعاً لو تم استخدامه في المواعيد المناسبة. الأجريس بون، يعني إنتاج وفير بتكاليف أقل. الأجريس بون، من الطبيعة إلى الطبيعة. جلوبال جرين بلانت، للتنمية الزراعية. هذا البرنامج برعاية الإرشاد الزراعي هو زراعة وزارة الزراعة. بيسعدني النهاردة أن أنا أتقابل معاكم في أولى حلقات أجندة مرشد. النهاردة هنتكلم عن محصول البطاطس، هذا المحصول الاقتصادي للفلاح المصري وأهميته وكيفية زراعته. هنتكلم النهاردة في هذه الحلقة أيضا عن المعاملات وكيفية الوقاية من الصقيع. تابعونا. الإرشاد الزراعي هو زراعة وزارة الزراعة. بيسعدني النهاردة في أول حلقات أجندة مرشد أن أنا أكون معاكم من داخل غيط مزروع بمحصول البطاطس. تعرفنا بحضرتك يا فندم؟ وليد أحمد نصر. حضرتك مزارع هنا؟ لا، أرضي. أرضك؟ طيب. يا ترى جبت التقاوي منين؟ من مركز معتمد. تبع وزارة الزراعة؟ تبع وزارة الزراعة، مركز معتمد. طيب، تقدر تشرح للفلاح؟ ما شاء الله، أنا شايف الخطوط عندك منتظمة والزراعة ما شاء الله جميلة جدا. تقدر تقول لنا أنت عملت إيه في الأرض النهاردة أو من بداية الزراعة يعني؟ والله أنا جيت في نص عشرة، مسكنا الأرض حرتناها. أيوة. وقصبناها كويس ورجعنا حرتناها تاني، وقبل الوش الاخير حطينا الفدان 10 شكاير سوبر ناعم، شكارتين كبريت، 3 شكاير ملح، شكاره بوتاسيوم. كويس جدا. المعاملات، عملت التقاوي بتاعتك باي معاملات قبل الزراعه ولا يعني زرعت بيها على طول؟ لا، احنا جبنا التقاوي سيبناها اسبوع. ايوه، لما حضرت وبعدين خرطنا على العين الواحده. خرطنا على العين الواحده، على العين الواحده.
يعني عايزك توضح لي يعني ايه خرطنا على العين الواحده. يعني مثلا البطاطسيه فيها اوقات اللي فيها حجم متوسط بيبقى فيه 4 عيون 5 عيون 6 عيون. خدنا عين واحده. خدنا عين واحده من الدرن نفسه. وبسكينه تكون مطهره. وبسكينه تكون مطهره. انا بس بنراجع مع بعض. يعني انا بيهمنا النهارده ان احنا واحنا مع حضرتك ان احنا ننقل المعلومه لاخونا الفلاح اللي عايز يزرع بطاطس بشكل مبسط. ايوه. وانا شايف ما شاء الله زراعتك ربنا يبارك فيها. الخضار ما شاء الله وانتظام الزراعه حلو. فجبنا بعد ما خرطنا البطاطس سبناها يوم او اثنين لحد ما الميه اللي في البطاطس نفسها تنشف. وبعدين بعد ما حطينا الكيماوي طبعا جرينا الارض. بعد ما جرينا قبل الزراعه بيوم تجريت الارض يعني ريتها. ريت الارض ريه خفيفه. ايوه احنا لازم اصل في معانا اخوه مزارعين وناس ثانيه ما بتبقاش عارف في كل بلد ولها لغه معينه. طيب ماشي. فبعد ما رميناها ب 20 يوم ايوه جبنا احنا زارعين بالجراح. ايوه بالاله الجديده بتاع الجراح. جبنا الفركه الاول فركه الارض. الفركه فركه الارض. وتاني يوم الجرار جه زرع. زرع في القصبة 6 خطوط. في القصبة 6 خطوط. انا شايف فادي ما شاء الله 1 2 3 4 5 ثانية. انت ماشي زي ما الكتاب بيقول. خاطر حمل برضو شوية. ايوه. علشان خاطر حجم البطاطساية برضو. وبعدين دي زرع صيفي تختلف عن الزرع الشتوي. سليم. وبعدين في نقطة تانية برضو يعني في زراعة الجرار بتبقى غويطة. بتبعد بقى في اخر السنة عن السوسة والخضار واي آفة بتيجي في الارض. سليم. طبعا بعد 30 يوم عمل البطاطس بعد ما الدرنة بدأت تحضر لدعناها تلدعات خفيفة. السنة دي هو كل سنة كان الفدان بياخد له 5 شكاير اللوري أزوت. السنة دي اختلفنا عن السنة اللي فاتت وحطيت 3 ملح للفدان. يعني قللت الأزوت وبعدت عن الأزوت خالص. بعدت عن اللوري. وبعدت عن اللوري. فتاني ريه برضه حطيت للفدان معدل 3 نطرات. ابو ايه؟ يعني انت اول ريه 3 ملح حطيت 3 وحده ازوت اللي هو 3 شكاير يعني ملح مش ملح نطرات مش لوري. تاني مره ايه بقى اللي حصل؟ تاني مره حطينا برضه 3 نطرات. سليم. في الريه الثالثه اللي هي من 4 ايام برضه حطيت 3 نطرات. كويس قوي. ماشي لحد دلوقتي. انا شايف ما شاء الله الخضار عندك في الورقه التخدير عالي ما شاء الله. في نقطه ثانيه برضه يا باشمهندس معلش. اتفضل يا حبيبي. السنه دي يعني بقلب في النت بظروفها في عرفت بشركه جديده اسمها الاجرسبو. الباشمهندس محمود رغبي. طبعا عم ما كلمته اداني وضع الاجرسبو بيقلب في الازوت مع الرش مع 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 يعني انت استخدمت مخصب حيوي. مخصب حيوي. احنا هنتكلم على اللي انت عملته في المخصب الحيوي بس احنا خلينا دلوقتي في المعاملات. احنا دلوقتي الجو دايما بيهمني ان انا اركز ان انت عملت خطوط ازاي. اخترت تقاوي معتمده. زرعت التقاوي على عين واحده. ريت ريه وحطيت 3 شكاير قللت. ايوه. وريت ريه ثانيه وحطيت ايه؟ قللت حوالي عن 6 شكاير عن السنه اللي فاتت. قللت 6 شكاير. فانت وفرت في السماد. وفرت في ده اللي يهمه. وبعدين في مشكله ثانيه يا باشمهندس برضه. يعني النهارده شكاره السماد عامله من 225 ل 250 جنيه. يعني انت في فرق. يعني ما بتوفر 6 شكاير يعني حوالي عن 1300 جنيه. 1300 جنيه. المزارع يهمه الحته دي بقى. ازاي اوفر في السماد. في السماد. احنا هنا النهارده اما بنتواصل مع المزارع هو يهمه اول حاجه انه يوفر ازاي في السماد لان السماد ده مشكله. السماد غلى في الجمعيات عشان اسعاره عليت. فانا عايز ابعد عن السماد. فبترجع يعني للمخصبات الحيويه. فبرجع للمخصبات الحيويه. طيب انا هنيجي للمخصبات الحيويه بس انا شايف ان انت ما شاء الله زارع على خطوط منتظمه. زارع زي ما انت قلت كده على جور وعامل خدمة. هل عزقت أو عملت خدمة تانية بعد الخدمات اللي هي بعد الزراعة؟ خربشت عملت أي حاجة في الخطوط؟ بعد الزراعة بعد ما زرعت بعين أول ما طلعت يعني الورق. لا بعد ما زرعت بحوالي عن أسبوع أو 10 أيام مسكنا الخط عزقناه.
وش اول وش. جيت بعدها بحوالي عن 10 ايام ردينا الوش الثاني في العزيب سليم. جيت رويت اول ري كانت لسه البطاطس لسه قايمه ما كشفتش على وش الارض. طبعا دي حطيت لها خفيت السنه شكرتين من السنه اللي فاتت ماشي. خفيت من السنه اللي فاتت حطيت 3 شكاير ملح. خفيت شكرتين. خفيت شكرتين. طبعا عما الارض نشفت قمت عازقها تاني وش. وفي المره اللي بعدها حطيت الثلاث شكاير نطرات الثانيه. حطيتش 5 بقى المره دي، حطيت 3 برضه. وقمت جاي راوي في الراية الثالثة اللي هي من 4 أيام. حاولت نعزق بالراحة عشان البطاطس حضرتك زي ما أنت شايف عليها سد الخطوط، حاولنا نعزق بالراحة. وحطيت الثلاث شكاير التانيين. سليم. يعني كده آخر البطاطس معايا آخر حاجة في الكاميرا اللي حطيته المرة اللي فاتت. أنت دلوقتي أنت عارف إن اليومين دول بينزل نوع من أنواع الصقيع. البرد أو الصقيع. المعاملات لمقاومة هذا الصقيع أو لتجنب الصقيع. لان الصقيع الدرجه بتوصل لتحت 3 و4 بالليل مساء بالليل بقى. بالليل اقول لحضرتك حاجه، انا بعد ما زرعت بحوالي من 15 يوم كنت عرفت الباشمهندس محمود عن طريق النت. أيوة. بظروف ماشي. فالباشمهندس مشكور كلم المندوب قلت له عندي الوضع كذا كذا كذا، قال لي خلاص نرش بعد 15 يوم من الزراعه. قلت له طب الارض سمراء. قال لي لا هنرش بعد 15 يوم من الزراعه. فصراحة جاب المندوب بتاع المهندس علي جه وصل وجبنا اداني 200 سنتي للفدان. 200 سنتي من اجري سبون. الاجري سبون للفدان. يعني منتج الاجري سبون انت ابتديت ترشه بعد 15 يوم من الزراعه. من الزراعه. قبل ما الانبات يوصل على وش الارض. رشينا. قال لي على عمر خمسه بعد ما ترش ب 25 يوم ترش تاني. بدا الانبات يكون كمل. بدل الانبات يكون كمل. رشيت تاني 400 سم للفدان بعد الانبات. 400 سم للفدان بعد الانبات. طبعا في الوقت ده كان بدات البطاطس يعني تبقى على 7-8 ورقات. دلوقتي في بطاطس طلع. بعدها باسبوع بدات بطاطس تانية تطلع. جه نوع جليط. ايه الجليط ده بقى؟ اللي هو التليجي. يعني الجليط اللي انت بتسميه يعني الصقيع الشديد. الصقيع الشديد اللي هو بيدمر. بيدمر الزرع. بيدمر الزرع. بياكل الخضار كله. بياكل الخضار. وده بيأثر على الدرنة طبعا. خالص. هي بترجع تخضر تاني بس بترجع تاني فين على ما تبدا تطلع تاني. ماشي. يكون عدى عمر. طبعا في الوقت ده اللي كان مرشوش ما تأثرش. اللي هي طلعت الدرنة اللي طلعت وما ترشتش هي اللي تأثرت. سليم. دي بعد الرشه الثانيه. دي اللي اتاثرت. طبعا برضو ما سكتناش على الاجرزبون برضو. طبعا بنرش برضو عناصر واحماض و ما انت لازم تكمل ده. انت من ضمن الحاجات اللي انت عملتها انه الاجرزبون فادك في فادي في موضوع التليج المره الاولانيه مقاومه الصقيع. الصقيع. وانت يعني شايف ان هو منتج جيد في هذا الموضوع والدليل اهو ان احنا وسط الزرع بتاعك وما شاء الله الخضار باين والدنيا ماشيه كويس ما شاء الله تبارك الله. برضو بمعدلات برضو بنرش برضو احماض امينيه وبنرش برضو اوقات على مطرات على فترات متباعده زي الروداميل والدياسين وحاجات تانية برضو عشان خاطر الصقيع. هذا البرنامج برعاية جلوبال جرين بلانت بتقدم لك المركب الطبيعي الأجريسبون أقوى مخصب أمريكي هنا الآن في مصر.
الأجريسبون بيقلل من استخدام الأسمدة الأزوتية بنسبة 30%، وكمان بيعمل على إحداث توازن طبيعي داخل خلايا النبات، وبالتالي بيقلل من استخدام المبيدات الكيميائية، وبيقاوم الصقيع، وبيحافظ على خصوبة التربة، وكمان بيوفر مياه الري، إلى جانب الوقاية من المن والتربس والذباب البيضاء. ده طبعاً لو تم استخدامه في المواعيد المناسبة. الأجريسبون يعني إنتاج وفير بتكاليف أقل. الأجريسبون من الطبيعة إلى الطبيعة. جلوبال جرين بلانت للتنمية الزراعية. خلي بالك، حزام الأمان بيضايقك، بيكتفك، بتربطه بس عشان ما تاخدش مخالفة. طب وأمانك؟ حزام الأمان أمان. أمنك رسالتنا وحمايتك غيرنا. الاحتياطات الواجبة للوقاية من أنفلونزا الطيور. 1- خصص مدخل واحد بس للأفراد والمعدات والسيارات. 2- امنع دخول أي أفراد أو معدات للمزرعة إلا للضرورة. 3- نظف السيارات وطهرها كويس، وخصوصا العجلات بتاعتها قبل دخولها. 4- جهز الملابس الواقية والأحذية النظيفة لكل الزوار. 5- ابني مخازن المزرعة جنب السور علشان تقلل دخول السيارات إلى وسط المزرعة قدر الإمكان. 6- قلل عدد العمال في كل عنبر، وامنع حركتهم من عنبر للتاني، ولازم العمال يستخدموا الملابس والأحذية الواقية الخاصة بالعنبر. 7- امنع على قد ما تقدر انك تستلف او تبدل اي ادوات او معدات مع اي مزرعة، ولو اضطريت انك تاخد اي ادوات من مزرعة للتانية نظفها وطهرها كويس قبل وبعد الاستخدام. 8- لا تشتري ولا تبيع اي طيور من مزرعة مصابة، ولو اشتبهت في اي اصابة بلغ في اقرب ادارة بيطرية. هذا البرنامج برعاية ومن جوه الغيب. برضو بيسعدني النهارده انا اتقابل باحد المزارعين. اتعرف بحضرتك؟ حاج محمد نصر. ازيك يا حاج محمد؟ ما شاء الله زرعة البطاطس الخضار فيها واضح جدا، والخطوط ما شاء الله. تقدر تقول لنا ايه اللي المفروض يتعمل اليومين دول في الوقت ده، اللي هو شهر 3 و2 و3 دول بنعمل شويه معاملات على البطاطس دلوقتي، تقدر تقول اهم حاجه بتعملها ايه دلوقتي؟ لازم كل يوم ابص على غيطي، يعني المرور على الارض ده تاني. ده حاجه مهمه، حاجه تانية خالص اساسا. لكن الواحد ما ينامش في البيت ويقول لا ويقول انا زرعتي كويسه، لا ما ينفعش. ايوه ما ينفعش، لازم يقوم بكل يوم زرع ارض، لازم يوصل لها. أيوة. في اللي فيها النهارده عايز تشرب، النهارده عايز ارشه، النهارده عايز عزقه،
على البطاطس تكبر، خلي بالك من كلامي، فلازم نمشي كلنا على شؤون الزراعه زي الطفل بالظبط ان شاء الله. لازم نبداه زي الطفل ان شاء الله. يعني يعني المرور على الارض، المرور شيء تاني خالص، اساس شيء تاني. اه يعني انت بتنصح المزارعين كل يوم تروح تكون عند غايتك ذات زرعه، ما ترماش على اي حد، اطلع كل يوم في غايتك فيها. اي اطلع الاستاذ اجيب رشي واظبط نفسي وارش رشه اللي هي اللي هي بتاع السكوع. الله يفتح عليك. خلي بالك يعني انا ما ببص الواحد بيبص بعينه ويشوف الورقه كده. لازم امشي في غايتي، واخر النهار برضه امشي في غايتي. طب لو لقيت فيها حاجه بتعمل ايه؟ بطلع على الاستاذ، خلي بالك اجيب الدوايه منه. اقول له على المرشد. على المرشد اقول له هات لي، اخد عنق من ده كده اهو ستك. واقول له انا عندي فيها فوق بقى فيه كرمشه، بقى فيها حاجه صفار من تحت. طب يديني جرعه منشطه زي اي حاجه، زي منشطه تزرع توضب ارضي. طيب انت بتستخدم الاجريسبون؟ كل حاجه. حلو يعني جدا مظبوط كويس 100 100. بيقاوم الزرع ويحوش يحوش الامراض ويحوش. بيقاوم الصقيع. الصقيع اللي هو بينزل ده على الزرع منه طري. بينزل يحوش عنه اي حاجات خالص اساسا، يحوش اي امراض. بيحوش الساقع عنه. بيحوش عنه بالبلدي كده. بالبلدي كده. بالفلاحي زي ما احنا بنقول الفلاحين كده. زي الفلاحين يعني كل شيء ليه سبب. لكل شيء سبب. فالساعه بتبقى جامده هو بيحوش عنها الساعه. ايوه ستك. ايوه ماشي. وايه تاني بتعمله؟ بتروي مثلا كل قد ايه؟ كل تبع الارض، تبع الاراضي يعني. في ارض، في ارض. انت ارضك ايه؟ مين ارضك؟ ارضي هنا كل 12 يوم. كل الارض هنا جامده كل 12 يوم 13 يوم 11 يوم يعني. تبع الارض، تبع الجو ما يكون ايه. بتروي الفجريه او المغربيه؟ لا الفجر افضل من اخر النهار. يعني الفجر يعني الصبحيه افضل من اخر النهار. ايوه. ليه بقى؟ تملي اي زرع طماطم في اي زراعه خضار بالذات الصبحيه افضل من اي اخر النهار. ليه بقى؟ النهارده بيبقى الجو يوم حامس زي النهارده كده، بيوم حامس يعني لما اجي اسقي وتقوم الارض تترش على ابنها، يعني بنقول الميه زي ما يكون بنحط شويه ميه سخنين على الارض. ما ينفعش. فالسقيه من الاحسن من الافضل الصبحيه طبعا. النهارده من جوه الارض بقى بيسعدني ان انا يكون معايا المهندس محمود راغب، وهيكلمني على منتج الاجريسبون والمعاملات للوقايه من الصقيع لمحصول البطاطس. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. منتج الاجريسبون منتج طبيعي جدا جدا، مستخلص من اشجار طبيعيه. احنا حتى عاملين البروشور بتاعه من الطبيعه والى الطبيعه. فكره الاجريسبون، معلش انا هقف شويه، من الطبيعه والى الطبيعه. بالظبط. يعني كل مكوناته طبيعيه 100% 100%. ودليل على كده حاجه في اخر الفيديو ان شاء الله. تمام، هنشوف. طيب دلوقتي انا عايز اعرف الاجريسبون ده مكون من ايه وبيعمل ايه مع النبات في كلمتين كده بس. ارجو من حضرتك ان هي تبسطها عشان انا ايه، تعتبرني انا الفلاح، فانا عايز افهم ببساطه. اول حاجه الاجريسبون بيقلل تكاليف الزراعه. بيقلل تكاليف الزراعه عن طريق تقليل كميه الازوت اللي بتتحط في التربه. أيوه. المزارع المصري عندنا متعود طول عمره ان هو بيحط كميه الازوت بدون حساب. تمام. صحيح. زياده الازوت دي بتاثر على التربه اصلا بالسلب اكتر من الايجاب. تمام. الاجريسبون الازوت مع حضرتك اللي هو عنصر النيتروجين اللي هو سلفات النشادر ونترات النشادر واليوريا. بيسميها الفلاح ايه بقى؟ بيسميها الفلاح، بيسميها هي دي الازوت. هو ده الكيماوي. الازوت بالظبط. الكيماوي يعني. بالظبط كده. اللي هي شكاره الملح. اللي هي شكاره الملح اللي هي سلفات النشادر. اللي هي بيبقى سلفات نترات. او نترات النشادر. سليم. او اليوريا. سليم. تمام؟ الاجريسبون بيشتغل على تقليل كميه الازوت بالنسبه لجميع المحاصيل عن طريق انه بيشتغل على بكتيريا موجوده في التربه اسمها بكتيريا الازيتوباكتر. بكتيريا الازيتوباكتر دورها الاساسي انها تثبت الازوت الطبيعي في الجو. فحضرتك لما بتشتغل بجزء كيماوي اللي هو عن طريق الشكاير، وجزء بتوفره البكتيريا عن طريق الجو. دي الفكره الاولى في عمليه تقليل تكاليف الزراعه من جزئيه الازوت. الجزئيه الثانيه ان الاجريسبون فيه ماده اسمها السلسليك اسيد، ماده طبيعيه جدا جدا. ماده السلسليك اسيد ديت ماده بترفع جهاز المناعه بتاع النبات، بتخلي النبات جاهز لمقاومه اي فطر يهاجمه. الحاجة الثانية وهي مهمة جدا جدا في الأجريسبون إن هو بينشط حاجة اسمها بكتات الكالسيوم. بكتات الكالسيوم داخل النبات تعتبر هي خط الدفاع الأول
للوقاية من أي هجوم، سواء كان فطر أو حشرة من اللي بتشتغل عن طريق الحشرات الصاقبة المصة. فهو بيعمل وقاية من الصقيع. في نقطة مهمة جدا، مفيش حاجة اسمها علاج للجليط أو علاج للصقيع أو علاج للتليجة. الصقيع بينزل، لو الصقيع نزل على نبات ضعيف هيقضي عليه، اللي هو القضاء، يعني بيشيل منه الخضار خالص، بيدمر النمو الخضري. يبقى الأجرسبون هنا بيزود المناعة والمقاومة بالزبط للنبات ضد الصقيع، بيخلي النبات في حالة نشاط لمقاومة الصقيع. الصقيع هو ان درجة حرارة المية جوه النبات بتوصل لدرجة ممكن توصل لصفر تحت الصفر، فالمية لما بتتجمد بيحصل عملية انفجار في الورق بتموت خلايا النبات نفسه. الأجرسبون بيخلي النبات نشيط بحيث ان هو يخلي ان الميه اللي في النبات ما تتجمدش. يبقى كده لازم ده يترش قبل فتره الصقيع، علشان كده احنا ما بجيش الساعه وارش لا واقول لك لا انا رشيت وقت الساعه وما حصلش حاجه. علشان كده احنا بنوصي بالاجرسبون ان احنا بنشتغل ب 200 سنتي قبل خروج الزراعه من الارض اصلا، يعني بعد الزراعه ب 20 25 يوم على سبيل المثال في البطاطس. بنشتغل علشان الذره نفسها اللي طالعه تبقى طالعه قويه، وبنشتغل 400 سنتي عند خروج من 4 لـ6 ورقات اللي هي فترة نشاط البطاطس أصلا. طيب كان في حد سألنا سؤال، أنت ليه بتحط الأجرسبون على التربة، ليه بترشه على التربة ومفيش إنبات؟ نفس السؤال للمزارع، أنت قبل الزراعة بتحط سوبر، بتحط كبريت، بتحط بوتاسيوم، بتحط سلفات نشادر اللي هو الملح علشان خاطر تجهز النبات انه يطلع بصوره قويه من الارض. ده بيهيئ النبات، ده بيهيئ النبات للخروج بصوره طبيعيه افضل من الكيماويات. ايوه تمام، دي نقطه مهمه جدا حاجه، يعني احنا هنا لازم نوصي ونقول ان انت عشان تقاوم الصقيع يبقى انت هترش بعد الانبات بخمس ايام، بعد الزراعة من 20 لـ25 يوم، وبعد خروج من 4 لـ6 لـ8 ورقات. يعني أول ما يبقى عنده أربع من 5 6 ورقات لازم يرش رش. بالظبط كده. أنتم موفرين بقى العبوات 500 لتر ولا 100 لتر ولا، عشان دي مهمة جدا. إحنا لما جينا نفكر في فكرة الأجرسبون، الأجرسبون كان منتج قديم جدا، كان في مصر من سنة 83، بس كان بينزل في صورة لترات وأربعة لتر. فكان المزارع الصغير ما بيقدرش يستفيد من الفكرة دي. لما جينا احنا نجيبه تاني، احنا موجود منه 4 عبوات، عبوة 200 سنتي، عبوة 400 سنتي، عبوة 600 سنتي، عبوة لتر. طب امكانية الحصول على المنتج، لو مزارع في اي قرية في جمهورية مصر العربية طلب العبوة هتوصل له لحد عنده. يعني العبوات الصغيرة موجودة عند حضرتك؟ موجودة كلها، ورقم الشركة رقمي انا الشخصي لو حد عايز يكلمني 010-2-4-4-4-3-4-4-3. ده هنزوره معانا ان شاء الله في البرنامج. لكن انا يعني باكد ان الاجرسبون الحاجه اللي فيه مهمه جدا اللي حضرتك قلت عليها، بتنشط النبات لمقاومه الصقيع. لكن هو ما جيش يستنى للساعه لا واجي ارش لا، لا هنا لازم نشوف. زي انتم ما شايفين ما شاء الله الاخ وليد هنا راشش ارضه، فزرعه الخضار فيها عالي جدا وجيده جدا. بالمناسبه الارض ديت اتعرضت للصقيع مرتين. يعني الارض اللي احنا فيها ديت اتعرضت للصقيع مرتين. الحمد لله، الحمد لله بفضل ربنا الاول ثم الاجرسبون، ان الاجرسبون عمل وقايه مقارنه بالاراضي اللي ما استخدمتش الاجرسبون في نفس المكان. تمام. طيب الاجرسبون ما ينفعش ان انا ارش الاجرسبون النهارده وانتظر منه نتيجه بكره او بعده. اول نتيجه من الاجرسبون بتظهر لي مش اقل من 6 لـ7 ايام، وده ناتج ان المنتج طبيعي ما فيهوش اي ماده كيميائيه، فهو بيشتغل طبيعي على النبات، بيتعرف على الورق الاخضر وبيتعرف على الجذور ويشتغل، ما فيش اكشن فيه، ما فيش ماده كيميائيه بتضغط على كله، عناصر طبيعيه، كله طبيعي 100%، امن على الانسان والنبات والحيوان والتربه. هذا البرنامج برعايه
جلوبال جرين بلانت بتقدم لك المركب الطبيعي الأجريس بون، أقوى مخصب أمريكي هنا الآن في مصر. الأجريس بون بيقلل من استخدام الأسمدة الأزوتية بنسبة 30%، وكمان بيعمل على إحداث توازن طبيعي داخل خلايا النبات، وبالتالي بيقلل من استخدام المبيدات الكيميائية، وبيقاوم الصقيع، وبيحافظ على خصوبة التربة، وكمان بيوفر مياه الري، إلى جانب الوقاية من المن والتربس والذباب البيضاء. ده طبعاً لو تم استخدامه في المواعيد المناسبة. الأجريس بون، يعني إنتاج وفير بتكاليف أقل. الأجريس بون، من الطبيعة إلى الطبيعة. جلوبال جرين بلانت، للتنمية الزراعية. شفنا برضو حالة اشتباه سمنهم بيسحبوا منها عينة، الأطباء بتوع معهد البحوث معانا. شفت بقى الحملات دي هتنفع في ايه؟ هنعرف في ايه لو في مشكلة مرضية، لو في أنواع جديدة علشان خطة التحصين. ملف يمثل أهمية كبيرة جدا، مش للمحافظة بس، لا مصر كلها. هي حاجة كويسة مش وحشة، إن هو برضو مهتمين وبيسألوا، ما فيش حد ما بيهتمش، الفلاح هي دي شغلته. أنا حاسس عشان خاطر المرض المنتشر دلوقتي، والنهاردة الحاجة بتضر. اسم صاحب الحيوان ورقم البطاقة ورقم الدبلة، بقى عنده شهادة ميلاد وخد رقم وبيتسجل عندنا في دفاتر التسجيل والترقيم. هذا البرنامج برعاية حضرتك. يعني احنا عايزين نشوف المنتج مع حضرتك. دي عبوة الأجريس بون، العبوة ال 200 سنتي وال 400 سنتي وال 600 سنتي نفس الشكل. ده منتج طبيعي 100%. استخدام الأجريس بون لازم قبلها بيوم وبعدها بيوم على الأقل، ما يكونش فيه رش أي مبيد أو أي مغذي، ما يكونش فيه تسميد لأي كيماويات. لازم أن الموتور اللي هتعامل بيه بالأجريس بون يبقى مغسول كويس جدا جدا، واتاكد ان هو نظيف ما فيهوش اي متبقيات لمبيدات او مغذيات. ايوه مغذيات. لازم ارجع عبوه الأجريس بون كويس قبل الاستخدام. الشيء المهم جدا، غير قابل للخلط مع اي مغذي واي مبيد اخر، غير قابل نهائيا، هو لوحده، هو لازم يستخدم لوحده. يستخدم لوحده، يعني بنستخدمه لوحده يا جماعه. اهم حاجه الاستخدام لوحده، ولازم يبقى الحاجة اللي أنا هستخدمها الرشاشة نفسها أو رشاشة الظهر نظيفة وكويسة جدا، ما فيهاش أي شوائب أو حاجات قبل كده. في جزئية تانية مهمة، فكرة أن الأجريس بون طبيعي وآمن على الإنسان وآمن على النبات وآمن على الحيوان. في تجربة كده بسيطة بس جدا، حضرتك لو بفتحها اهي هتعمل إيه بالظبط؟ قولي. افتحها بس، هفتح البوابة قدامكم. ونخرمها. عايزة على حد بقى ولا ايه؟ ممكن تفتحها بمفتاح. بس ايوه كده. دي مية. ها دي ثانية واحدة، دي اهي. هات الازازة التانية، هات الازازة، هات الازازة في الشنطة اهي. لا قول له المايه دي لو سمحت اهي. ايوه ادي المايه اهي، ادي الازازه اهي. ماشي اتفضل اهي. لا انت حضرتك هتحط بقى في الكوبايه؟ لا نحط في الازازه. ماشي. هنحط قد ايه؟ حط مش عارف احط. اه واحد حط. لحد حضرتك الزبوبيه دي كفايه كده، مش مشكله. زي ما هيزود حجم النبات هيظبط الدنيا معايا.
ده كده حطينا من اجريزبون ده طبيعي جدا في الميه وهيشرب الميه قصادنا الباشمهندس، ده دليل يا جماعه انه طبيعي 100%. هتقول لي اشرب، انا هقول لك انا ممكن اشرب برضه. ممتاز. وزي ما يحصل يحصل، لو حصل لي حاجه بقى مش هطلع في البرنامج. اذا الحلقه ما اتذاعتش الاسبوع اللي جاي يبقى احنا كده خلاص. ما فيش اي طعم ولا غير اي طعم ولا حاجه. النهارده تابعنا محصول البطاطس، طرق زراعته وكيفيه الزراعه، وايضا تابعنا استخدام التقاوي وشرائها منين، مصدر موثوق منه، ايضا شفنا كيفيه حمايه هذا المحصول الاقتصادي من الصقيع، وكيفيه تقليل التسميد، ازاي نقلل التسميد يعني باستخدام هذا المخصب الحيوي هيحميك من الصقيع، وايضا هيحميك في تقليل السماد الكيماوي. دي كانت أهم حاجة النهاردة في فقرتنا. هتابعونا في محاصيل تانية جديدة هنقدر نشوف المعاملات بتاعتها، وبشكركم جدا وإلى لقاء آخر بإذن الله. هذا البرنامج برعاية جلوبال جرين بلانت، بتقدم لك المركب الطبيعي الأجريسبون، أقوى مخصب أمريكي هنا الآن في مصر. الأجريسبون بيقلل من استخدام الأسمدة الأزوتية بنسبة 30%، وكمان بيعمل على إحداث توازن طبيعي داخل خلايا النبات، وبالتالي بيقلل من استخدام المبيدات الكيميائية، وبيقاوم الصقيع، وبيحافظ على خصوبة التربة، وكمان بيوفر مياه الري، إلى جانب الوقاية من المن والتربس والذباب البيضاء. ده طبعاً لو تم استخدامه في المواعيد المناسبة. الأجريسبون، يعني إنتاج وفير بتكاليف أقل. الأجريسبون، من الطبيعة إلى الطبيعة. جلوبال جرين بلانت، للتنمية الزراعية. أخير.